رحمي. عند عودة فواز من المدرسة بصحبة أبيه، استمع في صوت مذياعي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليصل رحمه. سأل فواز أبيه: ما معنى الرحم يا أبي؟ الأب: الرحم اسم من لكل من تربطنا بهم صلة قربى. فواز: وما معنى صلة الرحم؟ الأب: صلة الرحم تعني زيارة الأقارب والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم ومساعدتهم عند الحاجة ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم. فواز: ما رأيك يا أبي أن نخصص يوما نصل فيه إلى أرحامنا؟ الأب: إنها فكرة إنه رأي جميل، بارك الله فيك يا بني.